أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من تقرير لموقع ألترا عراق بعنوان مخاوف على الدينار، ما فائدة استيراد الدولار من خارج العراق؟ جدل مستمر في الأوساط الاقتصادية بعد قرار البنك المركزي العراقي باستيراد الدولار من خارج العراق وفق ضوابط معينة، والغاية من هذا القرار والفوائد الممكنة في ظل استمرار أزمة الدولار مع إجراءات التضييق على تداوله خارج المنصات الحكومية. وسمح البنك المركزي للمصارف العراقية باستيراد النقد الأجنبي لغرض تلبية طلبات الشركات والمنظمات والهيئات والأفراد العاملين لصالح شركات أو مؤسسات أجنبية، وذلك عبر استيرادها من المنافذ الجوية حصرا في محاولة للسيطرة على أزمة الدولار في العراق. قرار المركزي صعب التحقيق على أرض الواقع، ربما يمكن العمل به لفترة محدودة من قبل المصارف التي تمتلك عملات أجنبية أخرى، لكن كل هذه الإجراءات لن تساهم بتخفيض سعر صرف الدولار بحكم حالة الاعتماد الكبير على الدولار في التعاملات التجارية الخارجية مع وجود قيود البنك الفيدرالي الأمريكي والمضاربات وعمليات التهريب التي لا يمكن حلها باستيراد الدولار. إن طرح عملية استيراد الدولار من الخارج بهذه الطريقة المعلنة وفق الخبراء تسوده حالة من الضبابية في التطبيق. الأزمة الحالية وفق الخبراء تتحملها وزارة المالية، وذلك بتدخلها في رفع سعر الصرف الذي ولد مشكلة كبيرة. وفي الحديث عن دور الولايات المتحدة، يؤكد مستشار رابطة المصارف على ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار عدم وصاية الفيدرالي الأمريكي على المركزي العراقي بقدر ما يصدر له توصيات لتوضيح الخروقات الحاصلة في عمل المصارف. وبحسب متخصصين في البرلمان، فإن العقوبات الأمريكية تمنع إصدار الحوالات لبعض التجار الراغبين بالاستيراد من إيران ولبنان وسوريا لتوقف نظام سويفت فيها، ما يؤدي إلى ذهاب بعض التجار نحو أساليب غير شرعية لتحويل أموالهم وإكمال استيرادهم. إلى موقع كتابات، ونقرأ مقالا بعنوان وعود السوداني في مهب الريح للكاتب عامر القيسي. يقول: السيناريو الذي قدمه لنا السيد السوداني في برنامجه الحكومي لا فائدة منه واقعيا، بعد أن تعذر على الرجل تطبيق مفرداته بسبب حجم التحدي وضعف الإرادة. أما لقطات افتتاح مشاريع متلكئة وما شابهها من فعاليات فلا تعد أن تكون من أبسط واجبات أي حكومة خدمات. وبالمقارنة، فأنا لم أشاهد أي فيديو أو صور لرئيس وزراء أوروبي يفتتح مشروعا لخدمة الناس. فتلك من مهام الحكومة التي لا تحتاج إلى شو على طريقة القيادات في منطقتنا التي تقدم للجمهور دائما سيناريوهات. من كتاب البرنامج الحكومي نستل وعد خفض قيمة تصريف الدولار حتى يتعافى الدينار ومعه اقتصاد البلاد، ونتيجة حتى الآن عكسية كما نلمس يوميا، فقد وصل سعر الصرف في السوق الموازي الحقيقي إلى 170,000، ثم استراح في محطة 159,000، وكان سعر الصرف حين استلم السوداني المهمة 245,000. ومن نفس الكتاب: أيها السادة، نضع بين أيديكم وعد إعادة أموال الجمهور المنهوبة من نور زهير وهيثم الجبوري، وكما ترون عشرها عاد والبقية في ذمة النسيان، الأموال والناهبون معا. ومن أخطر وعود السيناريو كانت السيطرة على الأقل على السلاح المنفلت، وهذا حديث الخطوط الحمر الذي نشير إليه ولا نخوض فيه حفاظا على السلم المجتمعي وارتدادات هدير الصواريخ. أما قصة التعديل الوزاري من سيناريو الوعود الدسمة، فقد طواها النسيان على إيقاعات 100 يوم والأسبوعين حفاظا على التوازنات الحزبية والتخادمات التي أدخمت المشهد السياسي بالفوضى والخدمي بالتقصير التام.
ومن صحيفة المدى نقرأ مقالا بعنوان حماية الطفولة من عبث تجار العنف للكاتب فرات المحسن، حيث يقول: في المناسبات والأعياد تنتشر الألعاب الخطرة وتمارس دون ضوابط في شوارع المدن العراقية، وهذا الشيء يشي بوجود خرق فاضح للقوانين ووجود شبهة تواطؤ بين بعض الأوساط في مؤسسات الدولة والأطراف المنتفعة من المتاجرة وبيع تلك السلع، مما يجعل الجهات المعنية بتنفيذ القوانين أي وزارة التجارة غير قادرة على منع استيرادها وبيعها وانتشارها، وهذا أو غير موقنة بخطورة ما يعنيه تداول مثل هذه البضائع المؤذية، ولم تضع في الحسبان لأن هذه الألعاب تشكل ليس فقط عامل خطورة وإيذاء للطفولة، وإنما تعد عملية تخريب متعمدة للنفوس أجيال قادمة. يضيف الكاتب: سوف تبقى متمسكة بلغة السلاح والعنف كحلول حاسمة للنزاعات والخلافات. لحد الآن تفتقر المؤسسات المسؤولة عن إنفاذ القانون، وهي وزارة التجارة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لسلطة ردع حازمة تأخذ بالحسبان وضع الشارع العراقي المحتقن وما تسببه تلك الألعاب من إيذاء وخسائر مادية وبشرية. وبالرغم من قيامها بتنظيم العديد من الورش لدراسة الظواهر الاجتماعية المسيئة والخطرة ومحاولاتها وضع الحلول للسيطرة عليها، ولكن في المخارج النهائية لتلك الورش دائما ما تضيع الجهود هباء في زحمة ترديد النصائح والشعارات، ونجد أن الترويج للمصالحة الوطنية والسلم المجتمعي الذي تتشدق به بعض الأوساط السياسية والمجتمعية لا يصل إلى مستوى الأحداث والمخاطر التي تسببه تلك الألعاب. بيّنت إحدى الدراسات المتخصصة لمنظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة في بغداد أن عدد الأطفال الأيتام في العراق يقدر بنحو 5 إلى 6 ملايين طفل، وهم في تزايد نتيجة الوضع الأمني غير المستقر والسلاح المنفلت وحالات العنف الأسري والبطالة والمخدرات. وفي مواجهة هذا الوضع المأساوي، فإن المؤسسات الحكومية تفتقر إلى رؤية واضحة ومنهج فعلي يتبنى استراتيجية تعنى بشؤون الطفل اليتيم والمشرد. نشرت صحيفة التايمز تحليلا لمايكل كلارك، أستاذ الدراسات الدفاعية الزائر بكلية كينغز كوليدج في جامعة لندن والزميل بالمعهد الملكي للدراسات المتحدة، قال فيه: إن إسرائيل فقدت السيطرة على الحرب في غزة، وكلما طال أمد وقف إطلاق النار زاد الضغط على حكومة الحرب الإسرائيلية لمواصلة تبادل الأسرى مع حركة حماس. وذكر كلارك أن وقف إطلاق النار المؤقت والإفراج عن الأسرى كان بمثابة راحة لطرفي النزاع، ورغم الأخبار الإيجابية فإن الطريقة التي عالجت فيها إسرائيل أزمة الأسرى تشير إلى مخاطر خسارتها للحرب. فقدت إسرائيل السيطرة على الأحداث، فالأسرى منحوا حماس صوتاً وهي ماهرة باستخدامها، فقد أعطت حكومة الحرب الإسرائيلية الأولوية لاستعادة الأسرى بدلاً من تحقيق أهداف الحرب. ومن المتوقع أن تتلاعب حماس بعواطف كل واحد وتجادل بكل تفصيل وتؤخر وتعتم وتضغط من أجل الحصول على ميزة سياسية، وسينظر قادة حماس مثل بقية العالم إلى حكومة الحرب الإسرائيلية بأنها خضعت للضغوط الأمريكية، ويعتقد أن حماس لديها 20 أسيرا أمريكيا، وستواصل وضع بايدن في نفس الفخ وتعمل على تأخير المرحلة الثانية للعملية العسكرية بدون خطة سياسية من حكومة الحرب. فقد كان الجيش يتصرف مثل الأعمى وستكون مشاكله في الجنوب أعظم. وفي الأسبوع الماضي نصح الجيش السكان بالتحرك نحو المواصي، وهي منطقة في آخر القطاع ولا تزيد مساحتها على 14 كيلومترا، كخطوة للتحرك نحو خان يونس ورفح. والحقيقة القاسية في تل أبيب أن الحرب التي أعلنتها تسير في طريق خاطئ وبعدة طرق، إذ يمكن القول إن حكومة الحرب أضعفت من قدرة حماس ولكنها لم تدمرها بعد.
وإلى صحيفة العربي الجديد ونقرأ مقالا بعنوان حرب غزة تكشف هذا الاستقطاب للكاتب سمير الزبن في تبرير عدوانها الوحشي على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى. باشرت إسرائيل وضع نفسها في سياق السردية الغربية عن الحرب العالمية على الإرهاب والتي تقودها الولايات المتحدة، والتي اختصرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها حرب الحضارة ضد الهمجية، معتبرا أن ما تقوم به إسرائيل دفاع عن النفس، وهذا هو دفاع أو حرب استقلال إسرائيل الثانية حسب منطق نتنياهو، ولا يتحقق الاستقلال الثاني إلا بسفك الدم الفلسطيني وإيقاع نكبة ثانية بالفلسطينيين في هذه الحرب، كما جاء في شروح وزراء إسرائيليين عن الغرض من هذه الحرب التي يقترب ضحاياها الفلسطينيون من 15,000 شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى ومئات الآلاف من المهجرين وعشرات الآلاف من الأبنية المهدمة. الجديد في هذه الحرب تبني الغرب الكامل الخطاب الإسرائيلي بوصفه امتداداً للخطاب الغربي ويقع في مركزه، واعتبار إسرائيل جزءاً من هذا الخطاب، وتكرار ما يقوله الإسرائيليون عن هذه الحرب بوصفها دفاعاً عن النفس. وفي إطار الدعم الكامل لإسرائيل جاء الحجيج الغربي الذي تقاطر على إسرائيل بدءاً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، مروراً بالمستشار الألماني أولاف شولتز وبالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصولاً إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سونك وغيرهم ممن توافدوا على إسرائيل للتعبير عن دعمهم حربها ضد الإرهاب. لم يتردد الرئيس الأمريكي بايدن بالمماثلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، واعتبار عملية طوفان الأقصى مشابهة لهجوم 11 من سبتمبر أيلول على الولايات المتحدة، بل عد أيضاً العملية في غلاف غزة أنها تساوي 15 عملية من ذلك الهجوم في العام 2011، وسرعان ما أرسل حاملة طائرات إلى البحر المتوسط لحماية إسرائيل، وأقر مساعدات عاجلة، وعاد وأرسل حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة. والآن مشاهدين إلى فقرة الكاريكاتير. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. غازل غازل غازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. قالت لجنة الصحة الصينية إن مجموعة من مسببات الأمراض تؤدي إلى زيادة في عدد حالات الإصابة بعدوى حادة في الجهاز التنفسي في مختلف أنحاء البلاد، لتؤكد بذلك تصريحات سابقة تستهدف تهدئة المخاوف من أن فيروسا جديدا ربما يكون هو مصدر العدوى.
ونقلت وكالة بلومبرغ الأنباء عن المتحدث باسم لجنة الصحة الصينية مي فينغ قوله في مؤتمر صحفي أن الإنفلونزا هي أحد الأسباب الرئيسة لزيادة عدد الحالات. وأضاف وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية فإن فيروس الأنف وبكتيريا الالتهاب الرئوي والفيروس المخلوي التنفسي تنتشر أيضا. وأشار فينغ إلى أنه يتعين على البلاد ضمان إمدادات الأدوية وفتح المزيد من المجالات للعلاج الطبي. وأثرت حالات تفشي أمراض الجهاز التنفسي بشكل على الأطفال بشكل خاص، وظل الآباء قلقون ينتظرون ساعات ليتمكنوا من عرض أطفالهم على الطبيب. والآن مشاهدينا نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. Is the most dangerous place in the world to be a child. In addition to bombs, rockets, and gunfire, Gaza's children are at extreme risk from catastrophic living conditions. 1 million children, or really all the children inside the territory, are now food insecure, facing what could soon become a catastrophic nutrition crisis. رغم كل الألم فغزة بطلة قصة التحرير. إلى اللقاء.